السلام عليكم. هي ديت تعتبر تركية من التركات، وبرضو يعني ايه، انا هقولها علشان الناس تكون عارفاها، بس بعد كده هنزلها في البرنامج بتاعنا اللي هو لو راجل حلو، تمام؟ ولكن كان لازم ان انا انزلها في فيديو كده منفصل للشرح، ونزل على فكرة في حلقات المراجعة لو حد شافها يعني. طيب، اولا ده كده باين قوي ان هو مين اللي هو الملف الاولابي. طيب تعالى كده نفتكر سريعا كنا بنحدد اتجاه المجال بتاعي ازاي. طبعا ده كده القطب الموجب وده كده القطب السالب. التيار بتاعي التقليدي من الموجب الى السالب، تمام، انما حركة الالكترونز من السالب الى الموجب. طيب تعالى كده نشوف الاتجاه بتاعي. طبعا الاتجاه بتاعي عامل ازاي، اهو التيار هيمشي كده كده يبقى نازل لتحت. طيب بقاعدة امبير لليد اليمنى هنقدر نحدد اتجاه المجال بتاعنا اللي هو هيبقى هنا نورث وهيبقى هنا ساوث، وده كده يعتبر اتجاه الفيض بتاعي من الداخل من الساوث الى النورث. كلام ما فيهوش اي مشكله لحد دلوقتي. طيب طبعا اللف المزدوج ساعتها بتنعدم المجال، دي ما فيهاش مشكله. تاني تركيه بقى بيقول لي ماذا يحدث لو تم قطع ثلث او نص. طبعا ثلث هي كانت صعبه شويه لان الناس ما فهمتهاش، عشان كده انا جايبها. ممكن بقى تقول ايه، ممكن تقول لو تم قطع نصف، لو تم قطع ربع، على حسب ما هو جاب لك السؤال. الملف وتوصيل الجزء المتبقي بدائره، تمام. بعد كده بيقول لك عند وجود فرق جهد او عدم او لم يذكر حتى ان في فرق جهد، تمام. يعني ايه فرق جهد؟ يعني بطاريه. يعني هو مثلا جايب لك فرق جهد معين، او قال لك مثلا ان في حاله وجود مقاومات، او الملف بتاعك جالي مقاومه، ممكن يبقى في ملف معدوم المقاومه. دي بنفترضها في الفيزيكس على انها حاجه ايه، يعني هي حاجه في الحقيقه مش موجوده، لان انا حقيقيا يعني او في الحقيقه انا ما عنديش سلك ما هو المقاومه. ولو سألت أي حد بتاع فيزياء هيقول لك كده، ما عنديش حاجة اسمها سلك كهربي مهما المقاومة. بيبقى لي مقاومة، ولكن تعتبر حاجات مثلا ايه بقى، من 1000 ومن 10000 وحاجات ذات أسس يعني سالبة كبيرة. فلذلك احنا بنعتبرها هنا في نظريا يعني ان هي مهملة، لكن هي في الحقيقة ما هيش مهملة، تمام. طيب تعالى بقى نحلها على أساس الفكرتين اللي عندي دول. طيب الأولى يا شباب، خلينا كده نفهم دلوقتي، ده الملف اللي قدامك ده. لما انا هقطع التلت الملف وارميه وهوصل بقية الملف، تفتكر ايه اللي هيحصل؟ لما انا اقطع تلته يبقى انا هوصل تلتين بالظبط كده. يعني اللي هيتبقى معايا هو التلتين، ده يعتبر مين؟ ده يعتبر الجزء المتبقي. طيب التلتين دول هما اللي هيتوصلوا. طيب ذكر بقى ان هما ليهم مقاومة، دي تبقى حالة. طيب ما ذكرش ان هي ليها مقاومة، دي تبقى حالة تانية. وفي الحالتين اصلا انا هستخدم قانون اللي بيقول لك ان البي دي كده هتساوي الميو في ان سمول، في ان سمول في الاي. امال القانون التاني كان بيقول ايه؟ القانون التاني كان بيقول البي دي بتساوي الميو في الان كابيتال في الاي على ال، تمام. في ناس بتعملها سمول عادي، ولكن الفكره كلها يا شباب ان الان على ال، الان على ال دول كده على بعضهم هيعتبروا كونستنت مع بعض، او هيعتبروا ثوابت. ليه؟ تعالى مفهمك دلوقتي. لما انا يا شباب هقطع الملف بتاعي دوت ليه التلتين، هخليه تلتين بس، تمام. طيب دلوقتي لما انا خليته تلتين، ايه اللي حصل لعدد اللفات؟ هتقول لي قلت يعني شلنا منها تلت، تمام. فتمام يبقى هي قل منها تلت او نقص التلت. طيب ايه اللي حصل للطول بتاعه؟ الطول بتاعه قل تلت، فبالتالي عدد اللفات قل تلت، وهنا قل تلت، يبقى تلت مع تلت راحت، كأن النسبة ثابتة، تمام. يعني كأن الان دي كونستنت. فبالتالي في الحالة الأولى لو كان بيقول لي ان هي المجال بيساوي بي في الاول، يبقى اذا الكثافه برضو هتساوي ايه، هتساوي بي. يعني هنا لم يحصل تغيير، لان عدد اللفات مع الطول كانوا بيتناسبوا مع بعض، فبالتالي التلت راحت مع التلت. طيب تعالى بقى في حاله وجود فرق جهد، تمام. معلش شباب، عند وجود تمام البي دي هتبقى هنا، لكن عند وجود فرق جهد بقى فدي هتبقى حاله تانية. ليه؟ تعالى كده اما نشوفها على الرسمه اللي فوق. دلوقتي لما يبقى عندك فرق جهد وانا برضو قصيت التلت، هتقول لي هنستخدم نفس القانون، اذا الان دي كونستنت، الميو دي كده كونستنت، فالاثنين دول مش هيتغيروا، يبقى التيار هو اللي اللعب عليه. ايوه بالظبط كده. ازاي دلوقتي لما احنا هنقصها للتلت، يعني ايه اللي حصل المقاومه؟ هتقول لي ار 2 دي كده هتساوي 2 على 3 ار 1، تمام. كلام منطقي اهو. لما انا قصيت التلت اتبقى تلتين المقاومه. طيب ايه اللي حصل للتيار؟ هتقول لي التيار بيتناسب نسبه عكسيه، لان البطاريه هي هيقول لك عند نفس فرق الجهد، يعني انا ما غيرتش فرق الجهد، يبقى اذا اي 2 ده كده هيساوي 3 على 2 اي 1. طيب تعالى كده ناخد النسبه دي اللي هي طبعا 1.5 اي 1 ونشتغل بيها تحت.
في القانون دوت. يبقى اذا البي دي كده هتساوي، طبعا قلت لك ميو ان دول الاثنين كونستنت، يبقى اذا 3 على الاثنين اللي هي نسبة التيار هي هيها نسبة مين؟ هي هيها نسبة البي بالظبط. يبقى اذا البي 2 دي كده هتساوي 3 على الاثنين بي 1. ده لان طبعا يا شباب البي بتتناسب طرديا مع الاي، اذا قلت بي اي 2 بيساوي 3 على 2 اي 1، يبقى بي 2 بيساوي 3 على 2 بي 1. دي هتبقى اجابة مين؟ دي هتبقى اجابة عند وجود فرق جهد. انما لو ما ذكرش ان في فرق جهد فساعتها هتقول له البي هي البي، والكثافة بتاعتي بتاعت الفين ما اتغيرتش زي ما هي بالظبط.